الجهة اليسرية كيتسمى كامبوس كرونبرغ، راه أكسنتشور المبنى هنا على اليسار الآن. ها البرقاقة ديال الألمان، هادو هما البرقاقة ديال الألمان. انا دابا رجعت كان قدام، شوف دابا قدام كان قدام. السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. صراحه هذا الفيديو هذا شت زعما الطبيعه كانت زوينه صراحه، وبغيت نشاركها معكم، وكنت غادي نحيد يعني الصوت وندير فقط الموسيقى، يعني ندير غير الموسيقى. ولكن انا شخصيا كنت عجبني شي حاجه اللي فاش نكون كنتفرج شي حاجه اللي ماشي فقط غير تصاور ولا هكا فيديوهات والموسيقى، لا كتعجبني داك الروح ديال الفيديو، يعني ما عرفت واش غادي تفهموني، ولكن المهم لهذا قررت انني غادي نخلي لكم، ممكن باش تيوري الزوج ديالي كيساعدني المخرج كيقول لي اشنو تصوري اشنو ما تصوريش. وصراحة كانت خريجة زوينة، والمناظر كما كتشوفوا معايا خطيرة بزاف، يعني أنا من عشاق هاد المناظر بحال هكا. الطبيعة يعني أنا كنعشق شي حاجة سميتها الطبيعة، وكما كتشوفوا معايا راه الجو كان شوية مغيم، ولكن المهم كانت زوينة. دابا نخليكم مع الفيديو. يعني اللي دار الله، هذا كيقول لك اللي مدي يديه تقطعه. شكيتاش انا فين ما كان الماء الواد غادي تشوفوني، فين ما كان الماء كيجلبني طبيعه الحال. هانتم كاين ما احسن من هذا الشيء. حيت هي المد في البرد، تير في البرد واش هادشي، ولكن والله البرد ما صحت. لا ولكن خطينا ما هزناش هذا ديالنا، ياك ديالنا يا هنا الخلطه ديالنا. عند الكلافيه
ها البرقاقة ديال الألمان، هادو هما البرقاقة ديال الألمان. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون خفيف ظريف على قلبكم، وحتى انا نكون خفيفة على وظريفة على قلبكم. بصراحة الفيديو كان كما شفتوا يعني قصير ولكن زوين، واخا هكاك مناظر زعما الصراحة واعرة بزاف. ما قدرتش نصور داك البارك كامل لان ما شاء الله كبير بزاف، ولكن لان الشتا بدات كطيح وكان شويه ديال البرد فاضطرينا اننا نرجعوا للدار. مره اخرى ان شاء الله الا مشيت لشي بارك غادي اكيد غادي نصور لكم، وبخصوص الا كانوا كيعجبوكم هاد الفيديوهات. فالا كانوا كيعجبوكم هاد الفيديوهات ما عليكم غير تكتبوها لي في التعاليق هكا باش غادي نشوف شنو هو الفيديوهات اللي كيعجبوكم، وان شاء الله على داك الاساس غادي نبدا نصور لكم الفيديوهات. ودابا ما بقى لي نقول لكم غير بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.